يعني ممكن نبدأ من اللحظة اللي حصل فيها المشكلة دي أو أيوة. الانقلاب العسكري. أول لحظة عرفت فيها إن الدنيا قلبت 180 درجة. احنا كنا قاعدين حوالي الساعة 6 كده بتوقيت مالي، يعني 8 هنا، احنا هنا في مصر قبلهم بعدهم قبلهم بساعتين. ساعتين. فكنا قاعدين في الفندق، احنا طبعا في الاول ما كناش قاعدين مع بعثة النادي الاهلي، كنا قاعدين في فندق تاني. كان الاهلي المفروض انه حاجز في نفس الفندق، بس اتغير في اخر لحظة لان القنصلية او السفارة هناك شافت ان الفندق اللي هتقعد فيه بعثة الاهلي امن، تأمين فيه هيبقى افضل يعني. فقاعدين في امان الله كده انا وزميلي محمد جابر اخبار اليوم، والزملاء طبعا هشام ابو حديد المصري اليوم، واحمد المصري، والاستاذ اسامه عبد النبي الاهرام، وقناه اثنين مراسلين من قناه النهار فايز وحسام. ايوه. الساعه 6 كده بدانا نسمع اصوات ضرب نار، طلقات رصاص. طلقات رصاص قريبه قوي يا احمد. يعني الصوت طلقات الرصاص قريب منه. قريب لاني احنا قدامنا مجمع الوزارات، مجمع اسمه ماليبيا بني القذافي، حتى مسميه ماليبيا، مالي وليبيا. وكتيبه جيش على يمنا، وكتيبه جيش. طبعا بعد مرور ربع ساعه وعشر دقائق بدات اصوات طلقات الرصاص تزيد جدا، عربيات بتمشي بسرعه جنونيه في الشارع، اصوات وصريخ احنا مش فاهمين في ايه. عربيات بتمشي اللي هو يعني نسميها الفارين يعني محمد، الناس بقى اللي سمعت ضرب النار فعاوز يجري يعني. عايز يبعد من المكان ده. احنا طبعا مش لسه مش فاهمين. كنتوا بره ولا جوه؟ كنا جوه الفندق. وطلعتوا بقى تتفرجوا؟ لا، بنبص من الغرف، لان الغرفه تشوف الكتيبه دي كويس جدا، وتشوف الشارع كويس جدا، وتشوف كمان. وطبعا على ما اظن يعني نقول للساده المشاهدين غالبا في بعثاتنا يعني، وما اجمل المصريين الحقيقه في الاصفار كجماعه، اكيد كانوا قريبين انكم تبقوا في اوضه واحده يمكن. هو ده اللي حصل بالفعل. بعد ما الضرب زاد بعد ساعتين كده كلنا اتجمعنا في اوضه واحده، وقلنا يا جماعه احنا ايه، خلينا بقى مع بعض عشان يقضي الله امرا كان مفعولا. حصل حاجه نبقى كلنا مع بعض. لو ربنا نجانا هننجى كلنا مع بعض ان شاء الله. فضل طبعا استمر ضرب النار ده ساعه. مفيش بقى معلومات من الفندق؟ لسه مفيش اي معلومات، ومحدش فاهم حاجه. وطبعا هم بيتكلموا فرنساوي، بنكلمهم انجليزي في الريسبشن، محدش فاهم حاجه. بس في هناك متحدثون باللغه العربيه. حاجتين. جمعنا كلنا رئيس في غرفه واحده، كانت غرفه الزميل هشام ابو حديد المصري اليوم، لانها كانت في الخامس وشايفه ايه الشارع كله والكتيبه وضرب النار ايه كله يعني. فضلنا حوالي ساعه ونص من الغرفه دي. شفتوا ضرب نار؟ شفتوا بقى من سماته، وشفنا العساكر كمان وهم بياخدوا وضع استعداد وساتر شفنا كل حاجه، لانهم كانوا قريبين مننا جدا، والضرب كان على الشارع قدامنا قريب مننا جدا. طب بيضربوا مين اللي انت شفته بيضرب مين؟ يعني واضح ان كان في اشتباك ما بين اللي هم قوات اللي احنا عرفنا بعد كده انهم قوات الحرس الجمهوري التابعين للرئيس اللي تم اقصائه، اللي هو اصلا كان عامل انقلاب اصلا، اللي كان معمول ضده انقلاب. انقلاب اللي هو سونوجو ده قائد الانقلاب، مشاه من البلد وده السنغال. القوات الحرس الجمهوري دي تابعه للرئيس اللي عايزه تستعيد له الدوله، عايزه تستعيد الدوله. المهم فضلنا في الدور الخامس طبعا، وقاعدين في الارض كده وبنراقب، لان كان في خطوره ان انت تبص وانت واقف. طلقات رصاص طبعا. طلقات رصاص. جالنا تليفون من القنصل شادي الشرقاوي، يا جماعه ما حدش يغادر الفندق تحت اي ظرف من الظروف، خير، قال في انقلاب عسكري حصل في مالي. طبعا احنا كنا مصدومين قبلها ثلاث مرات، لان ميعاد طياره العوده اتاجل ثلاث مرات. كان ايه سبب التاخير اللي اخترته؟ الجو طبعا اللي اكيد حضراتكم شفتوه يوم الماتش، الغبار الكثير. جو غير عادي، جو غير عادي طبعا، جو سيء جدا.